السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن أسباب قلة البركة، يعني إيه الأمور اللي بتخلي بيوتنا أو حياتنا عامة ما فيش فيها بركة. أنا جمعتها في حوالي 6 أو 7 أسباب، إن شاء الله إنها تفيدكم. يعني أول حاجة من وجهة نظري التقصير في حقوق رب العالمين، انا بعتبر ده اول سبب من اسباب قلة البركة. يعني حد يقول لي ازاي اقول انا ازاي؟ احنا مثلا حد مثلا سهر في الليل، سهرنا في الليل لحد الساعة 2 الساعة 3، طيب ما هو انت مش هتقوم الا الساعة 3 العصر برضه. اول حاجة خلاص راحت عليك صلاة الفجر وصلاة الظهر، خلاص ده يعتبر تقصير بين في حقوق رب العالمين. الصلاة، مجرد انك نمت وتأخرت وراحت عليك الصلاة وقمت بقى، يعني في ناس الله يهديها بتجمع الصلوات، وده طبعا حرام، يعني ربنا نهى عنه انك تأخرها او انك تجمعها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقتها اللي ربنا انزله انك تصلي فيه. دي اول حاجة، ده اول سبب. وبعدين البركة في البكور، انك تقوم بدري. سبحان الله، اي شيء يا جماعة بنعمله بدري ربنا بيبارك فيه، سواء رزق، سواء صحة، طلعت تمشي تعمل رياضة، سواء فطار، أي حاجة بتعملها بدري ربنا بيبارك فيها، ده شيء منتهي. تاني حاجة برضو من أسباب قلة البركة الأعمال الصالحة، عاد فيها تقصير جدا جدا جدا. يعني مين فينا فكر يجيب كرتون مية ويحطه في مسجد مثلا أو يحطه في مستشفى؟ عندي مثلا في البيت اكل باقي، مثلا مش باقي، يعني خدنا جزء مثلا منه وجبه مثلا وغلفناها واديناها لحد من حد مسكين او حد محتاج. يعني عندي مثلا ملابس كتير لاولادي في الشتاء، وانا متعوده اجيب لهم كل سنه، اجمع الملابس الكويسه مثلا اغسلها واكويها واظبطها واحطها واغلفها واديها لحد محتاجها. دي من ضمن الاعمال الصالحه. تالت حاجة من وجهة نظري برضو هي سبب من أسباب قلة البركة، تحري الحلال. تحري الحلال في 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 أرزاقنا، في معيشتنا، في أكلنا، في شربنا. في ناس بتبقى عارفة إن الفلوس دي فيها شبهة، يعني فيها شبهة ربا أو حرام أو جام، هي بتبقى عارفة ومتأكدة، بس بتقول عادي، ما هو احنا محتاجين، ما فيش مشاكل يعني. وده في حد ذاته شيء مش كويس، يعني اني ابقى عارف ان الشيء ده حرام ومع ذلك اسويه، او فيه شبهة حرام او شبهة ربا في مالي او في رزقي واعمله عادي. اقول لكم مثل، يعني مثل بسيط. يعني خلينا نجيب مثل من الحياة. انا مثلا حد واخد مقصف في مدرسة، واخد مكان يعني زي غرفة صغيرة كده، بجيب فيها مية، بجيب فيها عصير، بجيب فيها سندوتشات، بجيب حاجات أنا مأجرها من المدرسة ذات نفسها، بجيب فيها حاجات علشان إيه، أبيعها للتلاميذ اللي في المدرسة أو الطلاب. يعني جه مثلا أنا عارف إن العصير مثلا الكرتون ب20 ريال، ده الطبيعي دلوقتي مع الأسعار اللي ماشية. أجي أنا أروح مثلا لمكان معروف ان هو ببيع الحاجات قبل ما تنتهي مثلا بشهر او ب15 يوم، اروح اخد منه ابو 20، ده اخده مثلا ب6 ريال. ده انت ما تحرضش الحلال والحرام، يعني سبحان الله. انت اوكي، هو ممكن ما يضرش حد وممكن يضر حد، في ناس عندها حساسية سبحان الله. بعدين انت بتتعامل مع طلاب، مع ناس صغيرة، مع حد عمره 6 سنين و7 سنين و8 سنين، كلهم لسه يعني صغيرين، مناعتهم ضعيفة، ممكن يتأثروا بأي حاجة. دي انا حبيت اجيب لكم مثل على تحري الحرام والحلال في ارزقنا. دي حاجة. الحاجة الرابعة بقى يا جماعة، الاستغفار. الاستغفار مش هيكلفنا حاجة، نستغفر واحنا بنشتغل، واحنا ماشيين في مكان نستغفر، نعود لساننا عليه. سبحان الله، اللي بيعود لسانه على حاجة في الدنيا وبيقولها باستمرار بيموت عليها. يعني هتلاقوا الناس الكويسة اللي بتستغفر واللي بتقول كلام حلو واللي بتسبح، سبحان الله، ربي بيلهمهم الكلام ده لما بيجوا يموتوا أو وقت طلوع الروح، أو بيلهمهم الشهادة بمعنى أصح.
حتى الناس اللي بتسب وبتلعن وبتسخط هتلاقي ده نفس كلامهم. فاحنا نعود لساننا على حاجات حلوة. وفوق ده وده الاستغفار يا جماعة فيه حاجات كتيرة جدا جدا جدا. لو جينا لسورة سيدنا نوح، ربنا قال ايه؟ لا إله إلا الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أول حاجة الاستغفار، ربنا بيغفر لك وبيسامحك وبيعفو عنك. تاني حاجة يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني بيجيب لكم الخير. الرزق يا جماعة، الرزق في السماء والبركة في السماء، كل حاجة عند ربنا. بس زي ما قلت لكم، حتى الناس اللي ربنا ما رزقهاش بأولاد أو ما خلفتش يعني، أو ما عندهاش أولاد أو كده، برضو الاستغفار ممكن يحقق لك كل حاجة أنت عايزها. سبحان الله، كل شيء يجي بالاستغفار زي ما قلنا. خامس حاجة يا جماعة من ضمن الحاجات اللي أو أسباب قلة البركة، هي زي ما قلنا يا جماعة، الجهر بالمعاصي. الجهر بالمعاصي ده من أكتر الأشياء، سبحان الله. حتى ربنا كل الأمة معفاه إلا المجاهرين بالمعصية. كل الناس ربنا ممكن يعافيها ويعفو عنها ويسامحها، إلا الناس اللي بتجاهر بالمعصية. زي ما قلنا، بتجاهر بالمعصية إنك بتعمل شيء حرام وبتتفاخر بيه، بتعمل شيء حرام وبتصوره وبتوريه للناس. أنا مثلا بشرب خمرة، أنا مثلا بعمل حاجات محرمة، ربي حرمها أنا بعملها ومتفاخر بيها وبنزلها وبنشرها، ده جهر بالمعصية. وزي ما قلت لكم، كل الأمة معفاة إلا المجاهرين بالمعصية، الله يهديهم. سادس حاجة أو سادس نقطة من وجهة نظري، هي الخصومات والمشاحنات. المخصومات الدائمة في البيت، تلاقي واحد وزوجته دائما بيتخانقوا، دائما في مشاحنات، دائما في طاقة سلبية في البيت. الحاجات دي سبب من أسباب قلة البركة على فكرة. دائما في نقاش حاد، حتى تلاقي سبحان الله، تلاقي أولادهم هم نفسهم برضو خلاص في نقاش، في نقاش حاد بينهم وبين بعض، يعني خلاص محدش طايق التاني، كل واحد مش متقبل أي كلمة لأي واحد تاني. في برضو حاجة مهمة هي رقم 7، زوال أو قلة البركة، ودي ناس كتير هتستغربها، معلق بالذنوب، حتى لو كانت ذنوب صغيرة. أيوة، في حاجة يا جماعة برضو في ناس كتير غافلة عنها أو ما تعرفهاش. انت عندك فكرة انك ممكن، يعني مثلا انت عملت ذنب في 2005 مثلا، عملت ذنب او عملت حاجة يعني انت حاسس انها ذنب او كبيرة من الكبائر، تصدق عليها وانت في 2020. نعم، تصدق عليها. محدش يقول لي لا، والله العظيم يعني انت متخيل لما تيجي تقول يا رب سامحني واعفو عني واغفر لي، وتيجي يا رب بطلع الصدقة دي بنية اني انا عملت ذنب في اليوم الفلاني او في سنة 2005 او 2003، سامحني عليه يا رب، وتتصدق عليه بنية ان ربي يسامحك ويعفو عنك. بإذن الله، بإذن الله، حسن ظننا في الله انه هيسامحنا بإذن الله العظيم. زي ما قلت لكم، الصدقة، الصدقة، الصدقة يا جماعة من اكتر الاشياء سبحان الله على وجه الأرض، زي ما قلنا، اللي بيبان مفعولها في حياتك وفي مماتك. الصدقة من أفضل الأشياء. نتصدق، نتصدق بنية الصلاح، بنية صلاح القلب. زي ما قلنا قبل كده، إذا صلح القلب صلح الجسد، صلاح الجسد وصلاح الحياة وصلاح كل حاجة في حياتنا متعلق بصلاح القلب. إذا صلح القلب صلحت الحياة كلها. الصدقة، الصدقة مش هتكلفنا حاجة، وزي ما قلت الصدقة مش بكبرها، ممكن الصدقة حاجة بسيطة زي سقيا الماء، سقيا الماء للحيوانات للطيور، احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا نجيب طبق بلاستيك ونملاه مية ونحطه في البلكونة او قدام البيت او نحطه فوق السطح او في الحوش، اي مكان بيعدي فيه طائر او حيوان او اي حاجة تشرب منه، لك فيها اجر، في كل كبد راتب اجر.
بس يا جماعة دي الحاجات اللي كنت عايزة أتكلم فيها. والله لو غيرنا منها شوية واتبعنا الصالح فيها، سبحان الله ربنا هيصلح حالنا وييسر أمورنا ويحفظ أولادنا ويحفظنا ويبارك في رزقنا. وزي ما قلنا الرزق يا جماعة مش بس فلوس، الرزق صحة، إن ربنا عطيك الصحة، إنك ما بتراجعش المستشفيات، إنك مش منوم في مستشفى. الرزق زوجة صالحة تحفظك، تحفظ غيبتك، تربي أولادك، تحافظ على أسرار بيتك، ترضى بالقليل. الرزق بر والدين، إن ربنا يلهمك بر والديك أو يرزقك بر والديك. يكفي أمك أو أبوك يدعو لك دعوة مستجابة إن شاء الله. الرزق زي ما قلنا، الرزق في حاجات كتيرة جدا جدا، هي مش الفلوس بس، زي ما في ناس كتير فاهمة. الرزق يا جماعة رضا، إن ربنا يرزقنا الرضا ويرزقنا القناعة. الرزق القناعة والرضا دول من أهم الأشياء. لو اقتنعت برزقك واقتنعت بحياتك وكان عندك رضا فيهم، أو سبحان الله، يعني هتعيش حياة كويسة جدا جدا. وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، وييسر أمورنا ويصلح قلوبنا. يلا سلام عليكم.